ثقة كبيرة كابتن ياسر صلاح الكابتن نبيسة بنات من ذهب النهاردة حاولوا ان هم يعملوا كل ما يستطيعوا من قوة بين هنيوم ومن بركلوم واكيد طبعا يمكن فرحة كبيرة وبنحاول ان احنا نشوف كل اعضاء مجلس الادارة المتواجدة كمان هيبقى معانا المهندس محمد الضماطي بس محمد الضماطي ببارك لك النهارده على الفوز وشك حلو علينا وعلى النادي الاهلي على طول حابب تقول ايه للبنات شفت مباراة صعبة جدا النهارده الحمد لله المكسب كان صعب بس الحمد لله كالعادة يعني الحمد لله دايما الاول جمهور النادي الاهلي ده ليه تاثير كبير جدا 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 على طول ورا فرق كره الصالات وكل فرق اليد وكل الطايره حاجه رائعه ربنا يحميهم والله حاجه شيء رائع يعني اخيرا تقول لكل البنات الفتره اللي جايه افريقيا بقى مبروك وان شاء الله افريقيا نعمل فيه حاجه كويسه باذن الله شكرا كريم كل الشكر طبعا لاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واكيد هنكون